يا اخويا اصبحنا العيال صاحبي فاد اخويا اصبحنا العيال والحكايه هذه ماشي راح تخلص على خير كون كملوا عندنا مش هتخلص على خير فهمت تيري على رجلك على رجلي وانا تيري على رجلك ويا غايه بعد تلقاش لي راسي لقاش لك راسي ويا غايه بعد انت ناكو غير حنا يا اخويا ماش بريفان بريفيري فريوا غير بيناتنا السيد راه مشكل شخصي بيني وبينك فريوا بيناتنا ما بينوش بيبليك واش كاين بيبليك اللي كنت تحكي عليه دراري صغار هذاك واللي تكون جيت نخدمو كيما بكري كنت تقول لي نهار الله شيتني بدي ندير في اللايف هذا اسكو علاش كيكون انسان قريب ليك اللي يزعف منه كيقول انسان اللي ماشي قريب ليك وكذا ماشي بيناتكم عشره ما تزعفش عليا فهمت وماشي داخله في رجلات تجبد العيال ولا تجبد الوالده ولا يا خويا سامحنا